سوق للخضار في تيجي، لكنها على غير عادتها، فهي ليست مكتظة بالزبائن والمشترين، والسبب الأول والأخير هو الارتفاع المستمر في أسعار عدد من الأصناف. ما زال الحال على ما هو عليه، فأسعار الخضروات والفواكه ما زالت بين الارتفاع والانخفاض. تو هي من ما فيش رقابة، ما فيش سلطات تراقب الأغذية، ما فيش سلطات تراقب الخضروات والحرس البلدي. الأسعار يوم في يوم، ما فيش بالنسبة زي ما نقوله بعض الخضروات تجي من تونس والدول الخارجية، طماطم في عجز حتى بسبب العمالة ما فيش. اشتكى عدد من المواطنين الارتفاع الملحوظ على أسعار الخضار والفواكه، وأضافوا أن أسعار الخضار في ارتفاع مستمر، ما يجعلهم عاجزين عن شراء حاجاتهم من الخضار تحت ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن. أسعار مرتفعة والله، وشح في السيولة ويعلم ربك سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربك ييسر لهم. وعن أسباب الغلاء، فقد أرجعها البعض لمسألة التوتر الأمني الذي تعيشه البلاد، وتأثر المناطق الزراعية بالدرجة الأولى، والتي تعتبر مصدرا أساسيا للخضروات في المنطقة الغربية بما فيها باطن الجبل، وإن وقف إمدادات المزارعين للخضروات له الأثر الكبير على موجة الغلاء.